على طريقه وكيفيه تفعيل سحب العرض. تقسيم الشاشه، نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الميزات المتقدمه، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المختبر مختبرات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على سحب العرض تقسيم الشاشه، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل السحب العرض تقسيم الشاشة. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.